السلام عليكم. استخار ولاية الصيف بوحدة إنتاجية، واحدة من أكبر المركبات الإنتاجية في إفريقيا وفي العالم كذلك في ميدان صناعة العجلات. هذا المركب نتاع إيريس لإنتاج العجلات الذي تم إنشاؤه هذه مدة 4 سنوات، واللي كان ثمرة شراكة بين الجزائر وفنلندا وكذلك بتقنية سيمنز الألمانية. إذن هذا المصنع لإنتاج العجلات لمجمع إيريس، وكما نعلم مجمع إيريس عنده قطاعات أخرى في مجال الإلكترو منزلي. هذا المركب نعطيكم بعض الخصائص تاع المركب هذا، لينتج حوالي 2 ملايين عجلة سنويا، واللي بعد ما تم إنشاء خطوط إنتاج جديدة وتطرق إلى ميادين أخرى كإنتاج العجلات الشاحنات، سوف ينتج ما لا يقل عن 4 ملايين وحدة إنتاجية، أي 4 ملايين عجلة. وكذلك فيه يعني شراكة جديدة مع مجمع آخر بريطاني من إنجلترا لإنتاج العجلات نتاع السيارات الكهربائية، وهذا هو يعني آخر ما مستجدات هذا المركب، هو يعني الإمضاء على شراكة جزائرية بريطانية في إنتاج العجلات نتاع السيارات الكهربائية. وهنا نشاهد يعني صورة للاتفاقية الجزائرية البريطانية يعني لإنتاج عجلات السيارات الكهربائية. وكذلك تجدر الإشارة أنه هذا المركب قد صدر ما لا يقل عن 2 ملايين عجلة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. ونشوف يعني البروسيس، هذا البروسيس دو فابريكاسيون انتيرمون اوتوماتيزي، طريقة اوتوماتيكية 100%، واحدث تقنيات، ويستعمل احدث تقنيات الانتاج والتصنيع الموجودة حاليا في العالم في ميدان صناعة عجلات السيارات. وهذا قد يساهم كثيرا في يعني الصناعات لاندستري اوتوموتيف، مسمى اندستري اوتوموتيف، يعني يساعد في يعني صناعة السيارات في الجزائر او تركيب السيارات في الجزائر. هذا الجانب تاع البنوماتيك مهم جدا في هذا ميدان انتاج السيارات. اترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.